مقرر لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن وزيعة التقرير سي حسن تبي. تفضل سي حسن. شكرا السيد الوزير المحترم، السادة الوزراء المحترمون، السادة النواب المحترمون. يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا الموقر ملخص التقرير الذي أعدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بعد دراستها لمقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وقد عقدت اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء 9 سبتمبر برئاسة السيد الرئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وبخصوص السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والسيد الوزير المتدرب في النقل، حيث خصص هذا الاجتماع لتقديم مقترح القانون سالف الذكر. وقد أبرزت ممثلة الفريق الاشتراكي مقدمة مقترح القانون أن المقترح قيد الدرس جاء بالنظر للانعكاسات السلبية لمعضلة حوادث السير على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية نتيجة الآثار المادية والبشرية الجسيمة، سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد الجماعات، وهي تمثل في بحكم انعكاساتها وتداعياتها الوخيمة عائقا أمام تماسك النسيج الأسري والبناء المجتمعي، وعاملا ومعرقلا لنمو الاقتصاد الوطني لما تحدثه من اختلالات عميقة في نظام النقل الذي يعد رافعة لتنمية البشرية والجاذبية الاستثمارية والسياحية لبلادنا. وقد أشار السيد الوزير أنه بناء على مراسلة رئاسة اللجنة بخصوص عقد اجتماع لدراسة هذا المقترح قانون، فقد تم التأكيد أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون يقضي بتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية للسلامة الطرقية، حيث سيتم وضعية في مسارة المصادقة قريبا إذ يوجد في مراحله النهائية. وخلال اجتماع اللجنة المعقد يوم الأربعاء فاتح أكتوبر 2014 برئاسة السيد رئيس اللجنة وبحضور السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والمخصص لدراسة مقترح قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، عبر السيد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عن استعداد الوزارة لإدماج بعض مضامين مقترح القانون ضمن مواد مشروع القانون، قيد الإعداد مقترحا تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلي الوزارة وممثلي الفريق الاشتراكي صاحب المقترح. من أجل ذلك عبر هذا الاقتراح لم يلقى ترحيبا من قبل الفريق المعني، متمسكا بمواصلة دراسته حتى التصويت عليه، الأمر الذي جعل الحكومة تدافع بالفصل 77 من الدستور، بحيث تم رفع هذا الإشكاليات لمكتب المجلس قصد البت في الأمر وإحالته على المجلس الدستوري إعلاما لمقتضيات الفصل 79 من الدستور. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد المقرر.